أهلنا في دير حنة، احموا حالكم واللي حواليكم عن طريق معرفة الصح، وخذوا الاحتياطات والإجراءات الضرورية، اتبعوا الإرشادات اللي بتقدمها السلطة المحلية ووزارة الصحة للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا، وما تصدقوا أي إشاعة بتسمعوها. كل مواطن لازم يتبع التعليمات التالية: اغسل إيديك باستمرار، واستخدم المي والصابون أو محلول كحولي لتعقيم إيديك، اترك مسافة مترين وكن حريص في التباعد بينك وبين الآخرين، البس كمامتك وانت طالع من بيتك، حاول قدر الإمكان إنك ما تلمس عينيك أو تمك أو أنفك، احرص على تغطية أنفك وتمك بكوعك أو بورق منديل لما تسعل أو تعطس، خليك في بيتك قدر الإمكان وما تطلع إلا في الحالات الضرورية، اطلب الرعاية الطبية واتصل بطبيبك إذا كنت مصاب بالحمى والسعال وصعوبة التنفس. دير حنة بتواجه الكورونا والجميع مسؤول لنعبر هاي المحنة بسلام، احنا قد المسؤولية.